الموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة اليد عبر الانترنت. اهلا وسهلا بكم في بداية هذا النقل الفوري والمباشر لقمة الجولة السادسة، الأسبوع السادس لكأس الاتحاد القطري لكرة اليد، والتي تجمع الوكرة بنظير العربي. طبعا في افتتاح هذه الجولة اشتعلت المنافسة بعدما استطاع الريان إلحاق الهزيمة الأولى بالأهلي متصدر الترتيب العام لهذه المسابقة ب 21 مقابل 19، ما يفسح المجال أمام إلى خطف الصدارة لأول مرة منذ انطلاقة هذا السباق. إذا هدف أول للعربوية مع مرور 45 ثانية، ونعطي تشكيل الفريقين في البداية بالنسبة للوكرة: 5 محمود الغربي، علي أحمد، محمد 10، 11 خالد سويدان هاشمي، 18 محمد مأمور عبد الغفور، 22 أحمد مجدي عبد الرحيم، 27 محمود بلال أزريقان، 37 حسين ياسين، ريان العريبي 39، ساكو ماكوفيتش 1، و 3 رجب مرجان، 21 عبد العزيز بوهيبي. بالنسبة للتشكيلة الأربعة: 1 على الجربة محمد وليد بو عراف، 4 ثانية نيكولا مينوزوفيتش، 2 عبد الله 10، 14 باسل عوض الريس، رضوان خالد 15، 17 معتصم عبد الواحد كامل هاشم، 18، 19 إسماعيل حمد، غانم مبارك 20، 22 حسين مراد، 55 مصطفى علي، 90 هاني مولاي الكاشي، 96 محمد هاني، و 7 ميلاز إيفان. الفريقين طبعا في بداية اللقاء 1-1 التعادل، مع انطلاقة هذه المباراة قلت الأمور اشتعلت أكثر في سلم الترتيب العام وخاصة السادسة في المباراة الأولى. الريان فجر مفاجأة من العيار الثقيل وانتصر ب 21 مقابل 19 على حساب الكتيبة الأهلاوية، في حين أن الغرافة 25 فاز على حساب الشمال ب 23، وكذلك يرفع أمامه وحضوره من أجل التتويج بهذا اللقب 32 من فوق، وانتصار مستحق لكتيبة الفور على حساب نادي الأهلي 26. الحين نذكر بأنه بدون مدرب فاتو شهادة المساعد رياض بن عزيزة هو الذي قدم التعليمات الأشرفة على الإدارة الفنية لتلك المباراة، في حين أن السد خسر منذ قليل في الفرعية ب 27 مقابل 31 أمام نادي قطر، والصحوة لنادي قطر الذي فاز في الجولة الافتتاحية ثم خسر 4 مباريات متتالية، ويتمكن الآن من تحقيق الفوز والإلقاء الفائز في هذه المسابقة، رغم أنه أصبح من شبه المستحيل التتويج بلقب. 2-1 التقدم عربوي مع مرور 3 دقائق على انطلاقة هذا اللقاء. تحقق العربي فلت بدون مزيد في هذه المسابقة حتى اللحظة، 4 انتصارات وتعادل في المركز الثاني، متخلف حاليا مؤقتا بفارق نقطة يتيمة على المتصدر الأهلاوي. الفوز ولا بديل عن الفوز في هذه المباراة هو الذي يمنح الصدارة منفردا، التعادل يجعله يتقاسم صدارة الترتيب مع الأهلي، وطبعا الخسارة ترفع من معنوية أكثر النادي الوكراوي الذي قد يدخل كذلك المنافسة بشدة مع الذي درس العادي من المنتخب الأجنبي قبل التوجه إلى معسكر إسبانيا. طبعا قيمة فنية كبيرة لهذا اللاعب، لكن وجهة النظر المدرب فاليرو ريفيرا قالت بأن هذا اللاعب بطيء نوعا ما، ليس في المستوى الذي يقدم الكثير للعنابي، لكن يبقى قيمة ثابتة شهرية في المباراة الماضية التي عاد فيها مع الوكرة، سجل 13 هدفا وساهم طبعا في فوز الفريق الوكراوي في المباراة الماضية أمام الريان في نادي سيرتا صالة التحكيم الرياضية. هذا هو سعفو يرد على كلامي بتسديدة قوية جدا تمنح الهدف الثاني لمصلحة الكتيبة الوكراوية. أكيد بأن أكثر السعادة بعودة هذا النجم لتشكيل الفريق هو الذي يعلم جيدا بأنه كان رابح جدا في تشكيله هذا اللاعب الذي قدم الكثير خاصة في انطلاقة الدوري وضمن له الصدارة. الذي خسر سباق ورجال تطويج وقر دوري الموسم الماضي أمام الدين بعد صراع حامي الرئيس إلى غاية الأنفاس الأخيرة، لكن يبدو أن الوقر الذي توج بلقب كأس الأمير في الموسم الماضي يرغب جيدا ويعلم جيدا بأنه إذا ما أراد أن يربط اسمه بأحرف من ذهب في سجل الأبطال أبطال كرة اليد القطرية، أكيد بأنه يعلم جيدا بأنه مطالب بالتتويج ب
بلقب الدوري خاصة اللقب الأغلى هنا في صالة الحين. ساكو ماركوفيتش وتمرير منفردا جميلة هذه التسديدة والكرة الأخيرة من اللاعب خلف ميدان الهاشمي بعد تمريرة من ساكو. 4-3 خمس دقائق أولى مرت على انطلاقة هذا اللقاء. إذا ننتظر الكثير من الحماسة والإثارة من طرف المباراة. نذكر بأنه حاليا الترتيب العام الأهلي في الصدارة 16 نقطة لعب 5 فاز في 5 وخسر 1 في الغرافة منذ قليل وبانتصاره أصبح في رصيده 15 نقطة يعني مبتعد بفارق نقطة قيمة عن الأهلي في حين أنه الوكرة بعشر نقاط حاليا في صورة الفوز يصبح 13 نقطة وخمس فارق ثلاث نقاط عن الصدارة وفي صورة طبعا فوز العربي يصبح 17 نقطة العربية الكرة في بداية المباراة. الكرة إذن لمساحة الوكرة من الجناء جميلة جدا يأتي الهدف الوكراوي الرابع إذن 5-4 التقدم لياسين العربي معمول 6 دقائق ونصف دقيقة. نتمنى السلامات للاعب الذي سقط على أرضية الميدان في هذه الكرة الأخيرة. يخرج ويتوجه الى الدكة. بس العوض لاعب الدائرة لاعب الخبرة يعرف جيدا الكواليس وتفاصيل كرة اليد القطرية. العديد من الاندية تقمص ازائها وطلب كان مطلبا في تلك الاندية في ظل العطاء الفلسطيني لهذا اللاعب على ارضية الميدان. كرة الان عربوية بقيادة باسر عوض للتسديد ممتاز في التصدي. احمد مجدي عبد الرحيم في الكره الاخيره يمنح زملائه اذا فرصه تعديل الكفه الان. المباراه من المنتظر ان تكون مثيره للغايه خاصه في الانفاس الاخيره. كلا الفريقان يعلم بان الانتصار في هذه المباراه يرفع امال التتويج واعتلاء منصه التتويج الخاصه بهذا اللقب البطولة طبعا التوشيفية. الهجوم يتعود الكرة عربوية الآن. نذكر بأنه النابي النابي اليد توجه إلى إسبانيا طبعا من أجل إقامة معسكر تدريبي في انتظار بناء فعاليات بطولة الكرة بين 10 و 27 من يناير المقبل في الصالات الدنماركية والألمانية طبعا في كوبنهاجن. Thank you.
بشكل كبير هنا في الدوري القطري بين المبدع والممتع وبين طبعا من يقدم مردود غريب وعجيب. شاهدنا بعض اللاعبين في حقيقة الأمر في التسلل يعني خارج الموضوع باهت. بالمقابل شاهدنا يعني لاعبين منتدبين اجنب قدموا التقليد صنع الربيع بالنسبة لفرقهم. هذه كرة من زاركو ماركوفيتش إلى الهاشمي تضيفوا الكرة في مود الغربي لاعب الدائرة. هذه طبعا قتل الكثير في تونس ورفقت لديها أمة الترجي الرياضي التونسي كذلك مع المنتخب التونسي مشاركات عديدة في البطولات الإفريقية وتتويجات وكذلك في بطولات العالم. الحديث عن لاعب الدائرة في تونس زاركو ماركوفيتش قوية جدا هذه التسديدة يأتي مع التقدم إلى مسافة سعيدة مع هذا اللقاء. أكيد كذلك يتم ذكر اسم آخر عصام تاج الذي يعرف جيدا هذه الصالة وهذه القاعة وأجواء كرة اليد القطرية قبل العودة إلى أجواء كرة اليد في فرنسا. هناك لاعب سابقا في فريق مونبيليير رفقة وسام حمام عملاق اليد التونسي ثنائي منتخب قدم الكثير لكرة اليد التونسية. وهذه الكرة الآن إلى لاعب الدائرة المصري كذلك وتقييم كل أداء وقطعهم باسم عرض الكرة الآن موجودة لاعب الوكرة دفاعيا مكنتها منحتهم الفرصة من أجل التصدي لهذه الكرة الأخيرة. تسديدة من إيفان قوية لكنها جنوبية في الشباك الخلفية وتعود الكرة إلى مسافة الوكرة في رحلة بحث عن أول تقدم للقادمين من الجنوب منذ انطلاقة هذا اللقاء. تلك المدينة الساحلية تبعد سوى 20 كيلومترا على العاصمة الدوحة. ملعب مونديالي في انتظار كأس العالم. ملعب جميل بشكل مقنع الأجواء فيها بنسبة مئوية كبيرة اقتربت من الانتهاء. رفقة ملعب البيت في مدينة الخيول 2019 أكيد أن الملعبين ساكنين جاهزين. أحداث كروية ورياضية كبرى تحت ظلها قطر طبعا ما شاهدنا كأس العالم لكرة اليد 2015 بطولة العام عالم للجمباز في 2018 منذ سنتين كذلك كأس العالم للسباحة وبطولة العالم وفي انتظار سبتمبر المقبل وفعاليات بطولة العالم لألعاب القوى. الآن عربوية تسديدة ينجح في دمر إعادة الأسرة في المصلحة الكبيرة الحمراء والبيضاء. العربي يتقدم الآن بستة مقابل خمسة 16 دقيقة على انطلاقة هذا اللقاء. إذا شاهد المدرب أمير القفصي يقدم المساحة لسامي ياسين وكذلك خالد سويدان الهاشمي أو بناء العملية الهجومية. جري الآن طاقم التحكيم كذلك طاولة التحكيم يبدو هناك تمرير على أحد اللاعبين سامي ياسين على ما أعتقد. واستئناف اللاعب العراقي تصل دقيقة وعشر ثواني هجمة الآن وكراوية الموج الأزرق الوكراوي. سامي ياسين إلى زاركو ماركوفيتش أكيد يعرف بأتم معنى الكلمة يعني رغم الاستبعاد من المنتخب العنابي
شهر كامل من التدريب بالنسبة لهذا اللاعب، قدم الكثير أكيد. كأس العالم تبقى طموح وحلم كل لاعب، أكيد أنه مخيمته كانت تفكر في بعض الفرص أمام السويد أمام المجر في بطولة عالم، يجد نفسه يعود إلى كأس الاتحاد بزي الوكرة في مباراة. هذا هو حقيقة الاحتراف بأتم معنى الكلمة. انضباط لبلاد الهوشمي وكمية خاطئة محمود الغربي، لكن بدون عنوان تعود لحارس المرمى علي جربة إلى باسل الريس، ممتازة من هاني كافي والتسديدة الأخيرة من إسماعيل حمد تعالى الأخيرة باسل عوض. هاني مروان كافي إلى باسل عوض، المطالبة بالتريث والتهدئة في هذه اللحظات. طبعا العربوية يرحب بعد اكتساب توقيت شوط المباراة الأول عن فارق الهدفين. معتصم عبد الواحد بلاي ميكر العربي في صراع اللاعب هاني مروان كاخي، معتصم عبد الواحد، باسل الرئيس يتحرك جيدا الآن، تغيير المعاكس، هاني مروان كاخي حاول الصعود والتسديد. التسديدة كانت في أحد الزاوية المغلقة، الساهم شبه المتسدد كان بالنسبة للحارس عبد الرحيم. تصعيد الكرة سامي ياسين، زاركو ماركوفيتش، زاركو إلى سامي ياسين من جديد، خالد سويدان الهاشمي، زاركو ماركوفيتش. هاشمي سويدان، زاركو سويدان الهاشمي، سامي ياسين، محمود الغربي يخرج من الدائرة، الكرة إلى سامي ياسين، التمهيد الهاشمي سويدان، محمود الغربي وجه لوجه، يأتي الهدف، يأتي هدف التعادل 6-6 أيضا. 6-6 هكذا تدون اللافتة هنا رسالة الحين الرياضية الصالة المونديالية، تغيير استيعاب 5500 متفرج. احتضنت جزء هام من فعاليات بطولة العالم في 2015، أعرق المنتخبات قدمت هنا وكذلك أعرق الأندية، بما أن السوبر جلوب في مواسمه الأخيرة كانت دائما بين أحضان هذه الصالة. الأندية الأوروبية توجت في هذه القرعة السوبر جروب في سبيل برشلونة الإسباني، والعديد من الأندية الإسبانية الكبرى التي جاءت إلى هنا على غرار باريس سان جيرمان، ملكة أفريقيا كذلك لعبت هنا، الترجي الرياضي التونسي هو تسديدة جميلة جدا من كفاح السابعة 7-0 حتى اللحظة. العربي لا يساوم في الأسبقية، لم يساوم في الأسبقية 7-6، والوكرة لا يزال يبحث عن أول تقدم له في هذه المباراة. سامي ياسين، زاركو ماركوفيتش، سامي ياسين من جديد، سامي ياسين، سويدان الهاشمي، خالد سويدان الهاشمي، انفراد والخطأ موجود، الخطأ والدفع إلى اللاعب ميناس إيفان في الكرة الأخيرة وتقدم 9 أنفار بمصلحة الكتيبة الوكروية. زاركو ماركوفيتش قوية لعلي جربة في التصدي، علي جربة في التصدي، وجربة في خطأ بعد التحام اللاعب العربي تامر هاشم واللاعب الأوكراوي محمود الغربي في الكرة الأخيرة، لكن الحكم يطالب باستئناف اللعب اذا، ويعود معتصم عبد الواحد في صناعه اللعب. ميناس ايفان، هاني كافي، ميناس ايفان تتحرك الاجنحه في هذه اللحظات، الاجنحه العربويه معتصم عبد الواحد، الفكره جميله والجرعه ممتازه من معتصم عبد الواحد، لكن الاميز كان الحارس عبد الرحيم في التصدي. تسديده قويه وكانت موجود، نعم الجرأة هذه المرة كانت من قبل اللاعب خالد سويدان الهاشمي، ينجح في إجبار المنافس على ارتكاب الخطأ ويكفر إذا برمية 7 أمتار، يتقدم لتنفيذها اللاعب زاركو ماركوفيتش. زاركو في التنفيذ أمام علي جربة، تصدى له منذ قليل لكن ينجح زاركو ماركوفيتش،
يحرز الهدف السابع ايضا والتعادل المشدد 7-7. مباراة متكافئة متوازنة متعادلة منذ بدايتها الى غاية هذه اللحظات. الأسبقية عربوية والتعادل وكراوي، سيناريو يتكرر يتجدد في هذه المباراة. الهجمة الآن عربوية، معتصم عبد الله إلى الجميع. جميلة الفكرة وكثيرة ممتازة جدا يوجه عبد الرحيم وينجح في فتح الزاوية وفتح الذغرب وأعرز الهدف الثاني. يعيد التقدم للعربيين إذا جاري سبعة فرانس مجاني بسن يسير مجموعة كروية الآن زاكو ماركوفيتش زاكو إلى خلف سيدان الهجمة زاكو ماركوفيتش تضيع الكرة تضيع الهجمة الأخيرة هيلمر والكاخي ممتاز دكت احتياط العربوية طبعا وحماستهم وتفاعلهم بعد هذا الهدف التاسع فارق هدفان. اذا حماس كبير في اطوار هذه المباراة والتايم اوت من قبل امن القفصي مدرب الوكرة. طبعا بعض الصعوبات يجدها فريق الوكرة في اختراق الدفاعات العربوية، بعض النصائح بعض التعليمات بلوحته المعهودة. من القفصي كالعادة تقريبا هو المدرب الفريد من نوعه بهذه اللوحة في الدوري القطري، محب توجيه التعليمات بهذه الأقراص. بالمقابل المدرب الجزائري الكتيبة العربوية المدرسة الكلاسيكية والنصر خسارته الأولى منذ بداية هذه المسابقة.